الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مشتقة دالة اللوغاريتم derivative of log functions. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. تعلمنا من دروس سابقة بأن الدالة y تساوي اللوغاريتم الطبيعي ناتشرال لوج ln، هذه ناتشرال لوج لx اللي هي y تساوي ناتشرال لوج x، هي الدالة العكسية أو ما يسمى inverse function لدالة العدد النايبيري اللي هي e to the power y أو e للقوة y تساوي x. هذه الآن هذه الدالة هي عكس هذه الدالة، لأن أخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين، إذا أخذنا اللوغاريتم الطبيعي للطرفين هنا، أخذنا اللوغاريتم الطبيعي ل e للباور y أو القوة y تساوي اللوغاريتم الطبيعي ل x، وبالتالي الآن تصبح يصبح شكلها الرياضي كما يلي: اللوغاريتم الطبيعي ل e y يساوي y ل في اللوغاريتم الطبيعي ل e، وتساوي اللوغاريتم الطبيعي ل x وتساوي y، لأن الآن لأن هذه القيمة اللوغاريتم الطبيعي ل e فقط تساوي 1 صحيح، وبالتالي y مضروبة في 1 صحيح تساوي اللوغاريتم الطبيعي ل y وتساوي y نفسها. نتابع. هذا الآن الشكل البياني يبين بأن اللوغاريتم هنا على المحور الأفقي كمية x، وهذه يعني أو قيم x، وهذا الآن هو الشكل البياني لدالة اللوغاريتم الطبيعي ل x، وهذا الآن نفسه الآن على المحور الأفقي قيم x، لكن هذه y تساوي e للقوة x اللي هو العدد النايبيري للقوة x، وبالتالي لاحظوا الآن التماثل على طرفي الخط المستقيم اللي هو y تساوي x هذا، فهذا الآن يماثل هذا لكنه عكس وجاي. أوكي، أما مشتقة y الآن، مشتقة y بالنسبة لx في الدالة e للقوة y تساوي x كما يأتي. الآن أخذنا الآن مشتقة هذه dy dx تساوي x، وبالتالي الآن عفوا e to the power y أو e للقوة x y تساوي x، إذا dy dx لهذه القيمة تساوي 1 صحيح، لأنه هذه dy dx تساوي 1 صحيح هنا x. لكن الآن بالتعويض عن e y بقيمة x، إذا dy dx مضروبة في x تساوي 1 صحيح، الآن x dy dx تساوي 1 صحيح، وبالتالي هاي معنى ذلك بأن مشتقة اللوغاريتم اللي هي y تساوي لوغاريتم من x dy dx 1 على x. لاحظوا لي dy dx 1 على x، هذه الآن النتيجة هي أساسية في التطبيق على الصيغ الأخرى لدوال اللوغاريتم بكافة أشكالها. وبشكل عام إذا كانت الآن y تساوي f of x، y تساوي دالة في x وتساوي اللوغاريتم الطبيعي ل x أو أي شكل من أشكال اللوغاريتم، لكن إحنا بالاقتصاد بنشدد على اللوغاريتم الطبيعي. إذا y تساوي دالة في x، f of x تساوي الآن لوغاريتم الطبيعي ل x، معنى ذلك إنه dy dx اللي هو f prime of x تساوي 1 على f of x في dx، وتساوي dx على f of x. هذه الآن dx سبحان الله أنها x مرفوعة قوة 1، وبالتالي هي 1 صحيح، إذا هي y على f of x كما سنبين ذلك. طبعا هنا بيناها، لكن هذه القاعدة سنعممها dx على f of x في كل المشتقات كما في الأمثلة القادمة. هذا الآن الشكل البياني ثاني مرة أضعه هنا حتى أبين التماثل، دالة عكسية، هذه دالة اللوغاريتم الطبيعي لx، هذه الدالة العكسية اللي هي e للقوة x. نتابع مثال. لنفترض بأن f of x الآن الدالة في x تساوي اللوغاريتم الطبيعي لي افتح قوس 4x سالب 10. هذه أبسط يعني شكل بسيط من أشكال دوال اللوغاريتم. نفترض أن هذه 4x سالب 10 نعتبرها كأنها u، u تساوي هذه القيمة 4x سالب 10، وبالتالي الآن f of x تساوي ناتشرال لوج of u، لأنه استعضنا عن هذه ب u. ف f برايم الآن اللي هي المشتقة الأولى بالنسبة لx تساوي 1 على u في du، وتساوي 1 الآن على
4x سالب 10، وبنشتق ما داخل القوس اللي هو يو برايم بالحالة هاي هنا داخل تساوي 4، المشتق ما داخل القوس بالنسبة للاكس تساوي 10 اذا، وتساوي الجواب النهائي الان تساوي طبعا 1 على 4x سالب 10 ضرب 4 وتساوي 4 مقسم على 4x سالب 10. ناخذ مثال اخر، نفترض الان بان الدالة f of x تساوي اللوغاريتم الطبيعي لهذه الأقواس المضمومة ببعضها البعض، لكن الأقواس هنا مرفوع القوة 1، هنا مرفوع القوة 2، هنا مرفوع القوة 3. داخل القوس الآن، القوس الأول 1 زائد x مضروب في 1 زائد x تربيع الكل تربيع، زائد الآن مضروب في 1 زائد x تكعيب الكل تكعيب، لكن اللوغاريتم داخل عليهم كلهم. لاحظون الآن من قواعد اللوغاريتم أرجو مراجعتها، سأذكر بذلك بعد قليل، انه عندما يدخل اللوغاريتم على كميات مضروبه مع بعضها بعضا يفكفكها تصبح جمعا، ويصبح الان القوه هذه هي المعامل كما يلي. الان لاحظوا الان f of x لانه دخلنا اللوغاريتم على حاصل ضرب هذه الاقواس، فتصبح الان اللوغاريتم الطبيعي لواحد زائد x اللي هو القوس الاول، زائد اللوغاريتم الطبيعي للقوس الثاني، زائد لوغاريتم الطبيعي للقوس الثالث. بعدين الآن هذه ستصبح هنا 2 باللوغاريتم، وهذه 3 باللوغاريتم، وهكذا. الآن هذه النتيجة قبل النهائية، f of x يساوي اللوغاريتم الطبيعي لـ 1 زائد x كما بينا هنا، زائد الآن 2 هذه أصبحت المعامل، والثلاثة هذه أصبحت المعامل. لاحظوا لي يعني أرجو مراجعة قواعد اللوغاريتم كما ذكرت. الآن هذه 2 هي أصلا القوة، هذه الإكسبوننت أصبحت الكوفيشنت، وهذه الإكسبوننت هنا أصبحت الكوفيشنت، أو هذه القوة أصبحت المعامل وهذه القوة أصبحت المعامل. الآن من السهل أن نشتق يعني المشتقة الجزئية، أو عفوا المشتقة الأولى بالنسبة للإكس كما يلي بتكون F برايم. يعني القاعدة اللي بذكر فيها حبة الطلب بسرعة، انه راسا هذه تصبح في المقام، وهذه تصبح في المقام، وهذه تصبح في المقام، اللي هي يعني اللوغاريتم للكميه هاي، اللوغاريتم للكميه هاي، تمام، فيصير 1 على 1 اكس زائد الان هذه 2 مضروبه في اللوغاريتم، وبالتالي تصبح 1 على اكس تربيع هنا، لكن نشتق داخل قوس تصبح 2 اكس، وهنا زائد 3 تبقى كما هي، مقسم على 1 زائد اكس تكعيب هنا، لكن نشتق داخل قوس اللي هي 3 اكس تربيع، وتساوي الان 1 على 1 زائد اكس زائد 4 اكس على 1 زائد اكس تربيع زائد 9 اكس تربيع على 1 زائد اكس تكعيب. ارجو التدقيق في هذه الصيغه البسيطه، رغم انه شكلها معقد لكنها بسيطه جدا جدا، سيتذكرها الطالب اذا تابعها وكيف ما الذي عملناه. المهم انه هاي الان القوة اصبحت معامل، هذه القوة اصبحت معامل، واول خطوة لما تشتق بالنسبة للوغاريتم رأسا الان هذا يصبح في المقام، هذا يصبح في المقام من غير اللوغ طبعا، فقط القوس يصبح في المقام، القوس يصبح في المقام، القوس يصبح في المقام، ثم نشتق ما داخل القوس. الان مشتق القوس الاول 1 صحيح بالنسبة للاكس، مشتق القوس الثاني بالنسبة للاكس يساوي 2 اكس، لكن مضروبة باثنين، هذه 2 هنا، وثلاثة الآن تبقى كما هي 3، لكن مشتقة القوس ما يعني بالنسبة للأكس 3 أكس تربيع، وهكذا. نتابع بالأمثلة. مثالي، نفترض الآن بأن F of X، وهذه يعني شكل غريب من الدوال، F of X تساوي اللوغاريتم الطبيعي لأكس الكل مرفوع القوة 5، ليست أكس مرفوع القوة 5 لكن كل اللوغاريتم، وبالتالي نعاملها الآن كأنما هي كمية مرفوعة القوة 5. في هذه الحالة نفترض بأن يو تساوي اللوغاريتم الطبيعي يعني داخل القوس هو يو، وبالتالي يو برايم اللي هي المشتقة الأولى بالنسبة ليو تساوي 1 على اكس. ما يعني الآن بأن المشتقة الأولى بالنسبة لاكس كلها هنا تساوي 5 في يو للقوة 4 ضرب يو برايم، وتساوي الآن 5 في اللوغاريتم الطبيعي بقي كما هو للقوة 4 مضروب على 1 اكس اللي هي مشتقة ما داخل القوس، وتساوي بالحالة هاي 5 في اللوغاريتم الطبيعي لأكس الكل مرفوع للقوة 4 مقسم على اكس.
يعني هذه الآن هي مشتقة ما داخل القوس log of x واحد على x، وهذه تبقى كما يعني كأنما هي كمية معينة، فبصير أصبح 5 في الكمية مرفوع على القوة 4، وهذا الذي عملناه. مثال، لنفترض هذا شكل آخر من الدوال التي يعني نواجهها في حياتنا الأكاديمية. الدالة f of x تساوي اللوغاريتم الطبيعي لحاصل قسمة هذه الكمية مرفوعة القوة 3 وهذا الجذر التربيعي لهذه الكمية. الآن كما ذكرت قبل قليل أنه إذا اللوغاريتم دخل على كميتين أو كميات مضروبة مع بعضها البعض يفكفكها وتصبح جمعا كل حسب إشارته. أما إذا دخل اللوغاريتم على كميات مقسمة على بعض فإنه الآن تصبح الكمية اللوغاريتم الطبيعي للكمية في البسط مطروح من اللوغاريتم الطبيعي للكمية في المقام. وبالتالي الآن هذا الذي حدث أنه f of x يساوي اللوغاريتم الطبيعي اللي في البسط هذا هو مطروح من اللوغاريتم الطبيعي للي بالمقام. الآن هذه الكمية مرفوعة للقوة تكعيب 3 وهذه الكمية مرفوعة للقوة نصف اللي هو جذر التربيعي، وبالتالي تصبح كما يلي، بقيت لحد الآن قبل الاشتقاق لكن نبسطها، اللي هي دالة x f of x تساوي 3. الآن هذه أصبحت المعامل للوغاريتم الطبيعي لما داخلها بدون أي قوة. سالب الآن هذه مرفوعة القوة نصف أصبحت سالب نصف مضروب في اللوغاريتم الطبيعي لداخل الكمية داخل القوة اللي هي تحت الجذر هنا. وبالتالي الآن نستطيع أنه نشتقها ببساطة. رأسا الآن هذه الكمية اللي هي داخل القوة 3 x زائد 5 تصبح في المقام، وأكس تربيع زائد 10 تصبح في المقام كما يلي. هاي طبعا أذكر أنه الإكسبوننت هنا القوة أصبحت المعامل، وهاي الآن القوة القوة نصف أصبحت هي المعامل. هذه الآن مشتقة F prime of X اللي هي المشتقة الأولى بالنسبة للأكس تساوي 3 بقيت كما هي، هذه 3 3، وهاي الآن أصبحت في المقام ومضروبة في مشتقة ما داخل القوس. لاحظوا لي 3 داخل القوس إن 3 ناقص الآن نصف يبقى كما هو. الآن تصبح الآن هذه في المقام، هذه x تربيع زائد 10 في المقام مضروبة في مشتقة ما داخل القوس اللي هو 2 x تربيع. إذن بالتبسيط الآن 3 في 3 تساوي 9 على 3 x زائد 5 ناقص الآن 2 x مقسم على x تربيع زائد 10. نتابع الآن مثال، لنفترض بأن f of x تساوي اللوغاريتم الطبيعي ل x لكن كل اللوغاريتم مرفوع على تربيع. f prime of x تساوي 2 في اللوغاريتم الطبيعي ل x في 1 على x ويساوي 2 اللوغاريتم الطبيعي ل x على x كما بيناها قبل قليل. مثال، لنفترض الآن لأن f of x تساوي natural log اللي هو اللوغاريتم الطبيعي ل x مقسم على x، هذه من الدوال المهمة جدا. الآن حسب قانون الكسر يعني الشقاق الكسر، هذه في مشتقة هذه ناقص هذه في مشتقة هذه وتساوي بالحالة هاي f برايم تساوي هذه الآن في مشتقة اللوغاريتم الطبيعي اللي هو 1 على x سالب هذه في مشتقة هذه اللي سالب اللوغاريتم الطبيعي في x في مشتقة هذه تساوي 1 صحيح على هذه التربيع. طبعا دائما القاعدة هاي من ربعها، وبالتالي تساوي أرجع هنا لاحظوا لي هذه تذهب مع هذه تابع يبقى عندي 1 صحيح سالب اللوغاريتم الطبيعي لأكس مقسم على أكس تربيع. الآن نفترض بأن F of X يساوي اللوغاريتم الطبيعي للجذر التربيعي لهذه القيم. أوكي، إذن هذه القيم داخل قوس مرفوع القوة نصف، وبالتالي الآن نهونها أو نسهل الصيغة تصبح F of X تساوي نصف في اللوغاريتم الطبيعي ما داخل القوس. رأسا الآن هذا ما داخل القوس فقط لغير يذهب في المقام، في المقام، ويبقى عندي في البسط ما يلي الآن كنصف في واحد على المقام هنا لاحظوا لي في مشتقة الآن X بالنسبة لما داخل القوس. لاحظوا لي الآن داخل القوس شو هو X القوة 4، إذن تصبح 4 X تكعيب، هنا X تكعيب إذن تصبح 3 X تربيع، وهنا x تربيع يساوي 2x، وبالتالي نصف في
اكس في 4 اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع زائد 2 اكس مقسم على ما داخل القوس كله اللي هو 4 اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع تكعيب زائد اكس تربيع زائد 10. نتابع، واعتقد انه هذا الان اخر شريحة. يمكن اشتقاق دالة اللوغاريتم في اكثر من متغير كما في المثال الاتي. هذا الان يعني دالة متعددة المتغيرات f او x y z، يعني الدالة تعتمد على x و y z تساوي اللوغاريتم الطبيعي لتحت القوس، يعني تشبه المثال السابق لكن غيرنا الان، x للقوة 4 y للقوة تكعيب و z للقوة تربيع وزائد 10 الان. بالتسهيل الان هاي كل اللي تحت الجذر بمعنى اخر قوس مرفوع للقوة نصف، هاي الان هوناها، فالان للقوة نصف معنى ذلك انه النصف يصبح المعامل ومضروب في اللوغاريتم الطبيعي لكل ما داخل القوس هنا اللي هو تحت الجذر. الان نشتق فقط مرة واحدة اللي هي partial f partial x، يعني مشتقة الجزئية الاولى بالنسبة للx تساوي النصف، يبقى كهما، يذهب كل شيء الان بالقوس هذا في المقام، ومضروب في دالة في عفوا في مشتق الدالة بالنسبة لأكس اللي هي هنا فقط اللي هي 4، هذه أكس القوة 4 أكس تكعيب، إذا وتساوي طبعا لأنه بنختصر الآن 4 بتروح مع 2 هنا يبقى 2 أكس تكعيب مقسم على كل إشي داخل القوس هنا أو تحت الجذر اللي هو أكس للقوة 4 زائد واي للقوة تكعيب 3 زائد زي تربيع زائد 10. تذكروا انه هذه القيمة هي دي اف دي اكس، يعني مشتقة الدالة فقط بالنسبة لاكس اللي هو داخل القوس. طبعا تعاد الخطوة نفسها مع بقية المتغيرات، مع بقية المتغيرات. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قد قدمت الفائدة لكم احبتي الطلبة، والى لقاء اخر قريب باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.